جوا مرايا هي حنين الروح للأصل. كل حياتنا فيها حكاية ضعف هزيمة وقوة ونصر. بص كويس جوا مرايا تشبه نفسك ولا الصورة الواحد تاني. جسمك فاني وروحك باقي اسأل قلبك. دورك ترس فالة كبير ولا حياتك وهم وعدة واما تطل بطلة خيرة. جاوب نفسك. إذا استقمت على السوية الصحيحة عشت هانئا كما كتب الله لك أن تعيش، وإذا خالفت الفطرة فأنت في كبد وعناء أبدا. والاستقامة على السوية تعني أن تقف على أرض صلبة، فالرجل العزيز هو الذي يقوى بعد ذل، والعزة تتضمن معاني القوة والرفعة والامتناع. لذا ربطها الله في كتابه العزيز به سبحانه وبرسوله الكريم، فمن امتنع بالله واعتز بدينه حيزت له الدنيا والآخرة. سلام الله عليكم مشاهدين الكرام. يقول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. معنيان كبيران للعزة، أحدهما للمدح وهو ما اتصل بالله ورسوله، والثاني للندم وهو للكافرين. السؤال الآن: كيف هي العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما حكت الآية الكريمة؟ يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الدكتور محمد نوح القضاء. أبو غياث حياك الله. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. حياكم الله. مبدئيا العزة، ماذا يقصد بالعزة في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، خزائن العزة عند الله. يعني لو سألنا سؤال: العزة بالمال؟ لا، ما هو قارون عنده من الأموال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه. يعني أنت عندك قاعة بتكون 10×10 والمفتاح بيكون 5 سنتي. فأموال قارون مفاتيح الخزائن لا يستطيع العصبة أولي القوة أن يحملوها، فكم الأموال بالداخل ومع ذلك ما فيش عزة. هل العزة بالكثرة؟ أكيد لا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هل العزة بالجيش؟ أكيد لا. ولذلك هذا المعنى يجب أن يكون مفهوما عندنا كمسلمين، أن خزائن العزة عند الله عز وجل يمنحها كيف ما يشاء، ولا هي تابعة لا لمال ولا لجاه ولا لنسب ولا حسب ولا عشيرة ولا تابعة لحد، تابعة لله عز وجل. من اعتز بماله قل، ومن اعتز بجاهه ذل، ومن اعتز بنفسه مل، ومن اعتز بالله فلا ذل ولا قل ولا مل. يا الله، العزة عند الله. ولذلك سيدنا عمر، اليوم لما نقول سيدنا عمر نشعر بالفخر. إنما أعطي العزة لتواضعه، مش بقوته، أعطي العزة بتواضعه. العزة شعور لا يستطيع الإنسان أن يصفه إلا إذا أعطيه. ومن هنا لما سيدنا عمر رضي الله عنه جلس على موائد الروم، لما دخل إلى بلاد الشام فاتحا، وبلاد الشام كانت مستعمرة من قبل الروم، وما نجده اليوم من آثار رومانية في بلاد الشام في الأردن وسوريا وفلسطين و هذه بلاد ولبنان،
هذه المناطق ما نجده فيها من آثار الرومانية دليل على أنها كانت مستعمرة وأجدادنا كانوا عتالين فيها، هم اللي بنوها لكن بالصوت. آثار الرومان في بلادنا تدل على أن بلادنا كانت مستعمرة من قبل الروم، فجاء الإسلام وفتحها وأعادها الأصحاب، ثم خير أصحاب. تحبوا تأسلموا أهلا وسهلا، مش حابين تأسلم خليك زي ما أنت، ما أجبرهم عليها، وهذا من كرامة الإنسان. لما سيدنا عمر دخل على بلاد الشام فاتحا ووضعت له مائدة الطعام وكان بحضرة الروم، وكان يلبس جبة فيها 17 رقعة، لا نياشين ولا أوسمة ولا رتب ولا سيارات، لا مراكب ولا مواكب ولا نياشين، ما في 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 جبة فيها 17 رقعة، ووضع الطعام وسقطت لقمة من يده، فنزل سيدنا عمر طالها وتناولها ونفخ عليها ليأكلها. الصحابي اللي جنبه راح وكزه بيده وقال يا أمير المؤمنين إن الله غني عن لقمتك، يعني بلغتنا تفضحناش قدام الأجانب. فسيدنا عمر رمز العزة قال أأدع سنة حبيبي لأجل هؤلاء العلوج؟ أنا لأنه يعرف أين جاءت العزة، العزة ليست بالخنوع لهم ولكن العزة أمر تستشعره بداخلك منحة من الله. فكل من يبحث اليوم عن العزة في غير خزائن الله خسران. طب دكتور يعني كيف إحنا نفهم معنى العزة في الآيتين الكريمة اللي ذكرناها في مقدمة الحلقة، فكرة العزة لله ورسوله والمؤمنين وفكرة أخذته العزة بالإثم، هنا عزة وهنا عزة؟ العزة أخذته العزة بالإثم، أخذته الأنفة، أي أنه أراد أن يأنف ويعتز على شرع الله فيذله الله عز وجل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة أي الأنفة، أخذته العزة بالإثم، فهو ساقته أنفته إلى الإثم. ولذلك اقرأ بقية الآية فحسبه جهنم، كفي جهنم، لأنه لما أعز نفسه على كلام الله وشرع الله عز وجل كانت النتيجة أن يدخل جهنم. ولكن المؤمن الطائع، المؤمن الطائع قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نحن سنطبق ما أمرتنا به وإن حصل منا تقصير فنحن نعتذر لك مسبقا. هذا منهج المؤمن وهذا منهج المنافق. هل يا دكتور العزة مرتبطة بالمسلمين فقط؟ يعني هل ممكن في لغير المسلم أن يكون له عزة؟ لا، غير المسلم لا يستشعرها. غير المسلم يستشعر عنجهية، يستشعر تفوق، يستشعر أنفة، يستشعر عظمة، وهذه المعاني كلها مرتبطة بقوة. يعني العظمة مرتبطة بحرس وقوة ومال وجاه، كلها مرتبطة بقضايا مادية. أما المسلم فيستشعر بالعزة ولو كان وحيدا، ولذلك خباب بن الأرت كان مصلوبا ويشعر بالعزة، وبلال ابن رباح كان على الأرض ممددا تعلوه صخرة على صدره ويعلوه سوط على ظهره، وكان يقول له أبو جهل، يقول له والله لو أعلم عذابا أشد من هذا العذاب لعذبتك. شو يقول له؟ يقول له والله لو أعلم كلمة تسوءك أكثر منها لقلتها. هذا عزة. فغير المسلم يشعر بقوة، يشعر بنشوة، يشعر بعظمة، لكنها مرتبطة بقضايا مادية. المهم المسلم فيشعر بعزة ولو كان فقيرا وحيدا شريدا طريدا، يشعر بالعزة. ولذلك الأجانب حاربوا فينا قضايا العزة. هم الأجانب على إيش بدوروا ببلادنا الآن؟ لما نشرت صور أبو غريب على إيش بدوروا؟ كسر. هو كسر، هو إذلال. إذلال. هم يبحثوا عن الإذلال، يبحثوا عن أمر لا يستشعرونه بدواخلهم، إحنا مستشعره فيريدون أن يكسرونه. لما الآن يمنعون الأذان لأنه بيقول الله أكبر، رمز العزة. وأنا أستغرب من بعض عواصمنا العربية عندما تمنع وجود الأذان. الأذان رمز عزة، أنك تقول فيها الله أكبر. إذن في قضايا هي تجلب العزة لنفسية المسلم. صلاة الجمعة، لماذا نحصل صلاة الجمعة؟ عزة عندما تدخل. ولذلك أنا أحث يعني الآباء الأمهات أن يرسلوا أولادهم الصغار إلى صلاة الجمعة، يشعر بالعزة. العزة في المعنى اللي ذكرته يا دكتور شيء جميل، لكنه في القرآن الكريم أيضا قال العزة
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للوالدين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا التناقض في اللفظ هل في حقيقته هو؟ يا سلام يا سلام. الكبرياء شعور مرفوض في الشرع، العزة تحكمي. مرة ثانية، الكبر لا إرادي. إنسان مغرور دائما وأبدا، دائما متكبر فرعون. لن تجد إنسانا اعتاد على الكبر يستطيع أن يتواضع، ولو أراد أن يتواضع ببين وبيمثل. ولذلك كم من متعاظم ومتفرع ومتكبر إذا أراد أن يتواضع ببين وبيمثل. أما العزة لا، العزة أمر إرادي. فأنا مع غير المسلم عندي عزة، أعتز بديني، أنا وأي مطار بفرش سجاد وبصلي في أي مكان، قال الله أكبر بصلي، هذه عزة. ألبس حجابي، حجابها تعتز بحجابها في أي مكان كانت. ولذلك نحيي كل فتاة مسلمة في بلاد غير المسلمين حافظ على حجابها. رجمنا بالبيض ورجمنا بالبندورة والطماطم الفاسدة، وأهن وشدت عن رؤوسنا الحجاب وبقيت متحجبة لأن عندها عزة تفتخر بدينها. وقاعد أختها في بلاد العرب مسموح لها بالحجاب، مسموح لها بالنقاب وبالخمار، وقاعد هي بتبي تصيف لحالها. هذا تناقض. أولئك عرفوا معنى العزة فسلكوها. العزة أمر تحكمي، أنا على غير المسلم عندي عزة، مش كبرياء. لا، الكبرياء أمر آخر. الكبرياء أني أنظر له باحتقار، أما العزة أن لدي أمرا شيء أفتخر فيه، أنا عبد لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنا عبد لله والنبي رسولي، أنا من قدي في الدنيا، هذه عزة. فإذا جئت مع غير المسلم اعتززت بما أملك من دين ووحدانية وبر والدين، لكن إذا جئت إلى المسلم المساوي لي بالعزة خفضت له جناح الذل من الرحمة. فالعزة أمر تحكمي، فأنا مطلوب مني أن أكون عزيزا، ليس مطلوبا مني أن أكون متكبرا، كبر حرام. معنى العزة في وصف المشهد الذي قام به سيدنا عمر عندما كان خليفة ومر بيهودي وعلم أنه هذا اليهودي قطعت به السبل، وأمر له من دار بيت المسلمين بمال يوم يصرف له، لأنه أخذنا منه ماله في شبابه ونعطيه الآن. هذا المعنى في فكرة عزة الإسلام بأنه يحفظ حقوق الآخرين كما يحفظ حقوق المسلمين. هو السؤال، يعني ما الذي جعل نصارى العرب يقاتلون مع صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين القادمين من أوروبا؟ نفس المعنى، أنهم توارثوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر في هذه القصة إلى استمرارية الزمن، توارثوا أنهم لا يشعرون بذل ولا إهانة ولا تمييز ولا بغضاء في المجتمع المسلم. فلما جاء الصليبيون اللي هم جايين من أوروبا من فرنسا جاءوا يقاتلون العرب، وقف نصارى العرب في جيش صلاح الدين. ومن عزة صلاح الدين الأيوبي أنه رفض أن يقاتل، قال لهم يا جماعة الخير هذه حرب عقائدية، فكيف تقاتلون أبناء عقيدتكم؟ قالوا لا، نحن يجب أن نقاتل معك دفاعا عن أرضنا. ما الذي يجعلهم يقاتلون عن نظام صلاح الدين الأيوبي إنجاز التعبير؟ العزة التي رأوها في صلاح الدين الأيوبي والتي فاضت على كل المجتمع. فكان من حكمة صلاح الدين الأيوبي أنه ما أراد أن يحرمهم المشاركة في الدفاع عن الوطن، أصل للجميع، أصل للجميع، فجعلهم في ساقة القوم، يعني جعل منهم الممرضين ومن يسقي ويعالج ويحمل ويجبر، فشاركهم في الحرب. فلماذا شارك نصارى العرب بالحرب مع جيش المسلمين ضد أبناء عقيدتهم؟ لأنهم رأوا هنا عزة وعدالة، ورأوا هنالك اعتداء وظلما. ولذلك إحنا كمسلمين العزة لا نجعلها ملكا خاصا، وإنما كل من شاركنا في بلادنا يشعر بالعزة معنا، لأن العزة تفيض على جوارحنا فتفيض على من حولنا. ليش يا دكتور الآن المشهد منقلب، هرولة في أوطاننا العربية وشعوبنا ومجتمعاتنا إلى الغرب، إلى الصورة النمطية في الغرب، إلى الفكر الغربي، الفكر المختلف بجيده وسلبيته،
وأصبح هناك مسخ 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 لكل معاني كثيرة ومنها العزة، لأنه إحنا طرقنا باب العزة في غير مكانها. اليوم النظرة اللي راضي عنه الدولة الفلانية واللي راضي عنه الدولة الفلانية هو الذي يصبح عزيزا، فنحن بحثنا عن العزة في غير مكانها، العزة لله ورسوله، ونحن بحثنا عنها في أبواب غير باب الله ورسوله. ولذلك بحث عن العزة في غير مكانها عند الله كمن يشرب ماء البحر فزادوهم رهقا ويزداد عطشا. إذا ذهبت تبحث عن العزة عند غير الله سيريك من الذل ألوانا. أنت عندما تكون في باب الله، وشوف الحديث النبوي ما أجمله وما أكمله، قال أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. طب السبب؟ لأنه وضع رمز العزة على الأرض، ورمز العزة فيك أنفك، فإذا وضعت أنفك رمز عزتك على الأرض كنت أقرب ما تكون إلى الله. ولذلك نحن أمة مات لا تعرف الركوع إلا لله. أصل وربعي بن عامر لما دخل على رستم، ورستم حط السلسال على باب الإيوان عشان يدخل راكع غصبا عنه، حتى يجبره على الركوع، لكن ربعي متعود أنه ما يدخل راكع إلا لله عز وجل، فما كان من ربعي إلا أن أبى إلا أن يدخل بفرسه. قال له ماشي الحال ادخل بفرسك، رفعوا له السلسل لفوق عشان وهو على الفرس يطأطئ الرأس. فقال لك هي طويل القصة معه، شوف كمان المؤمن كيس الفطن، يعني المؤمن دوش حوارات كثير. قال هي طويلة معك، فأدار ظهر الفرس ورجع فيها رجوع فخلص. ليكون أول ما يرى رستم في المقابلة ذيل الفرس وما تحتها، هذا إذلال وعزة مسلم. اليوم يا سيدي أطفال الحجارة في أرض فلسطين عزة. أنا حضرت مقابلة موجودة على اليوتيوبات لطفل صغير كان في جمعة الكاوتشوك، عندما أشعل النيران كان وضع كمامه فيها البصلة حتى تحميه من الغاز المسيل للدموع، وأجرت معه إحدى القنوات مقابلة، قالوا له أما كنت تخشى من الموت؟ قال أنا لو مت شهيدا سيأتي من بعدي آخرين، والله عمره لا يتجاوز 10 سنوات. أليست هذه العزة في زماننا؟ أليست العزة اليوم عندما تأتي أم الشهيد وتقول هذا عرس ابني اليوم، وتطلق الزغاريت، ابنها شهيد قد مات، تطلق الزغاريت وتقول هذا سمعت أنا، قالت لو قتلوا أولادنا كل يوم راح نخلف ونخلف ونقتلهم. أليست هذه العزة؟ أليست العزة اليوم عندما تجد أسر كاملة تقدم الأبناء شهيدا في إثر شهيد دموعهم لا تنزف إلا على قدر ألم الفراق وألم الاشتياق، لا على قدر ألم الموت؟ هذا كله عزة. ولذلك إحنا جيلنا اليوم فيه عزة من الله عز وجل يفتحه علينا، لكن السؤال كيف تأتي العزة؟ كيف تأتي العزة؟ بالمجاهدة. العزة لا تأتي بمال ولا بمطالعة ولا بكتب ولا بصحف ولا بالتلقين، العزة لا تأتي إلا بالمجاهدة. من جاهد نفسه على شرع الله أعزه الله. ولذلك تجد الفقير المسلم الطائع في قلبه من العزة والله ما لا يملكها قادة جيوش، والله قادة جيوش لا يملكونها. صدقت صحيح، لأنه اعتز بالله عز وجل. العزة تأتي بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهد في الله عز وجل جعل وقته طعامه شرابه. امرأة عمران كانت مجاهدتها بحركة، وضعت يدها على بطنها وهي حامل وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبلها ربها بقبول حسن فكانت مريم وأنجبت عيسى. فجدت سيدنا عيسى اسمها حنة، حنة جدت سيدنا عيسى، كانت مجاهدتها أنا حطت إيدها على بطنها في حملها وقالت له يا رب اللي بطني إلك هدية. فلما تقبلها ربها كان منها عيسى، وكانت هي مريم، وكانت صديقة، وكانت العذراء، ما زالت إلى يومنا نذكرها. هذه رمز العزة. دكتور العزة الآن كيف نستطيع أن نستشعر ما يحدث حولنا من ظلم وقهر واستبداد للمسلمين من المسلمين؟ أنا بدي أقول لك من برا، منا وفينا، نجي نتحدث ونقول عنا عزة، أي عزة ندعيها؟
أستاذ محمد، فرق كبير بين من رباه الله ومن ربته السياسة. السياسة تربي أهلها على الطاعة والبصم بالعشرة، والدين يربينا على أن ننظر بنور الله. ولذلك شوف هذا المثال اللي لازم نستوعبه. في ظرف من الظروف دخل التتر إلى بلاد المسلمين، إلى بغداد، وكان منهم ما كان، لدرجة أنهم جاءوا إلى خليفة المسلمين فكحلوا بمرود الحديد المحمى حتى سالت عيونه، عمي، وشدوا إيديه لرقبته، ثم وضعوا بشوال من الشيد وألقوه في النهر فمات حريقا غريقا مقيدا أعمى. هذا مين؟ خليفة المسلمين، اللي هو بلغتنا أدخن شنب. أدخن شنب، هل هنالك ذل أكبر من هذا الذل؟ لا. قطعا لا. وخطباء الجمعة على المنابر يقولون لتفتحن القسطنطينية ولنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، كلام النبي. واقع السياسة ذل، ذل. واقع تربية المساجد عزة، ودارة الأيام وفتح. طبعا اللي قاعدين بالجامع بقول لك شو اللي بيحكيه هذا، وين وانت وين؟ نفس الشيء، زي أولادنا، زي أبناء اليوم، يقول لك اطلع سيدنا الشيخ شو بيحكي، وإحنا يلا الخليفة يحمي حاله، إحنا وين وهم وين يا عمي؟ هذا دارت في أذهانهم، وهذا حقيقي صحيح. ودارت الأيام وصدق رسول الله وكذب المرجفون، فتحت القسطنطينية ونعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. وبدأت حروب فتح القسطنطينية من عام 49 للهجرة، من عام 49 كلهم بده ينال شرف، والكل والكل يريد أن ينال شرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا اليوم إحنا أولاد دين، صحيح. حتى لو كنت أنا مقصر في صلاتي، حتى لو كانت هي مقصرة في حجابها، ولكن هي بالنهاية بنت دين وهو ابن دين. لا نستطيع أن نقول في واحد منا لا يحب دينه، حتى لو كان مقصرا، أقول لك حتى لو كان مفطرا في رمضان والله يحب الدين ولكنه مقصر، والله يحبون الدين ولو كان مقصر، والله لو كانت الآن متبرجة لكنها تحب الدين، وإن شاء الله ربنا بيهديهم جميعا. تربية الدين تعطينا الأمل، تربية السياسة بتخليك تصلي على الحاضر وتمشي مع الواقع. واقعنا ذليل تنزل، ولكن مستقبلنا عزيز، هذه قناعة. بارك الله فيك، شكرا يا سيدي، إن شاء الله عليك. تجولنا في حدائق الحياة، قطفنا ورد العزة، وتجنبنا أشواك الذل في مجتمعاتنا العربية. الله عز وجل كرم بني آدم وحمله في البر والبحر، فعليك أن تكون عزيزا في مأكلك، في مشربك، في هندامك، وفي شخصيتك، أن تكون خلوقا، ناصحا، حكيما، كريما، متسامحا، أن تكون كما أمر الإسلام أن تكون. وقتها فقط ستحقق معنى العزة في حياتك بالعدل مع النفس وإنصاف الغير، لينال سمو العزة المكتسبة من الإسلام. فلا تهنوا ولا تحزنوا، وكونوا أنتم الأعلون باتباع دين الله وسنة نبيه. دمتم في معية الله. دورك ترسي فالك كبير و
ولا حياتك وهم وعدة وما تطل بطل خيرة جاوب نفسك.